طبعا كان سؤالي كم عدد من حصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه دون حصول على جائزة دراسية أو بعد دراسية، وهل يعني تم تعديل أوضاعه من خلال هاي الشهادة؟ هل أحد حاسبه شلون حصلت على الشهادة دون حصولك على جائزة دراسية؟ طبعا الإجابات الثانية كلها ما جاتني لحد الآن. أثرنا قضية التعيينات وأيضا أثرنا قضية الترقيات والبعثات في التطبيقي وجامعة الكويت. وأنا شخصيا وجهت سؤال من 148 سؤال لوزير التربية، للآن لم أتلقى الرد عليه. المشكلة أن يحصل أفراد هذه الأحزاب على الشهادات الوهمية والمزورة، تغلغلهم في المجتمع، تغلغلهم في المناصب، سيطرتهم على المؤسسات. المشكلة ما عادت حصول فرد عليها، المشكلة هي ظاهرة، ولأنها ظاهرة يجب أن يشرع لها قانون. الطالب يتخرج من معهد اتصالات والماء يعادلوا له final year student، فالعملية أنا قلت لهم أوكي خلينا نسوي نحدث معلوماتكم وأنتم تشوفوا معلوماتنا، ولكن هذا العمل يبي له عمل مؤسسي، يبي له شغل من ناحية الكويت وشغل من ناحيتهم. هم هناك مو مهتمين بالكويت، وجماعتنا هني للأسف نايمين ولا يتعاملون إلا بالأمور الآنية، ما يتعاملون بالأمور المستقبلية، سايب وقائية لمنع حدوث هذا الشيء.